للصيام فوائد كثيرة تعود على صحة الصائم بالإيجاب في حال تم تطبيقه بالشكل الصحيح، إلى جانب برنامج غذائي صحي ومتوازن. هدوء وسكينة، راحة نفسية وجسدية يقضيها كل مسلم في هذا الشهر المبارك، فيصوم عن الطعام والشراب حتى يتبين له الخيط الأسود، فتبدأ هنا رحلة الاستمتاع بسفرة رمضان بمأكولاتها الشهية. خلال شهر رمضان الاهتمام بالصحة أمر كتير أساسي، ولنكون عم نحافظ على صحتنا بهذا الشهر في كتير عوامل لازم نركز عليها. أولاً يكون في عنا تقسيم وجبات، يعني على الإفطار ما ناكل مرة واحدة بكمية كبيرة، يعني نفطر بزبادي قليل الدسم مع تمر، ننتظر شوي نرجع ناخد وجبتنا، يعني نبتعد عن المقليات بوجباتنا، نبتعد بطريقة الطبخ الغنية بالزيوت والسمنة والزبدة، ونعوضها مثلاً بالإير فراير. مقاومة مغريات رمضان واتباع نظام صحي متكامل يلعب دورا كبيرا في خفض الوزن، ولكن وفق برنامج صحي متكامل. حاجة الجسم بالصيام مثل حاجة الجسم بالأيام العادية، فإذا بدنا نركز على تنزيل الوزن بهيدا الشهر بدنا ناخد حاجتنا بانتظام، يعني بده يكون في تقسيم وجبات. أول شيء عندك وجبة الإفطار، فيك مثلا بعد ساعة أو ساعتين بيكون عنا طاقة بعد ما أخذنا كمان وجبة صغيرة مثل شوربة مع مشويات، نعمل مثلا ساعة من الرياضة بيكون عنا صار شوية طاقة بعد ما أخذنا الفطور بطريقة صحية، بعد ساعة أو ساعتين نرجع ناخد وجبة بتكون مثل وجبة دينر بالأيام العادية، كمان تكون بتحتوي على سلطة ووجبة فيها البروتينات والنشويات، وأهم شيء ما ننسى وجبة السحور. كمان بهمني ركز على الحلويات، يعني موجودة كتير خلال شهر رمضان. هلأ الحلو الجسم بحاجة له، بس كمان كميات السويت بكميات كبيرة، يعني دايما بنقول سعرات حرارية كتير، بس لما نحدد كمية الحلو اللي عم ناخدها مثل قطعة صغيرة هيدا اتسكي، وما تكون قطعة غنية بالكريم. فوائد الصيام كثيرة وإيجابياته أكبر، وعلى الصائم أن يحصد خيراته في هذه الأيام المباركة. يعد الصيام فرصة جيدة لإعادة جدولة عمل أعضاء الجسم، ولا يتحقق هذا الأمر إلا من خلال اتباع نظام غذائي متوازن غني بكافة المصادر التي تمد الجسم بالطاقة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.